السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. هذا التقييم الهام للصف السابع يشمل أهم مهارات الفصل الدراسي الأول. تابع معي كيف تحل هذه الأسئلة. سؤال أول: اكتب العدد الصحيح الذي يمثل الموقف. ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 5 درجات، أي ارتفاع أو صعود كما قلنا أو زيادة، كل هذا معناه 5 موجبة أو كمية موجبة، نختار العدد 5. أما انخفاض أو نزول أو خسارة أو تم سحب مبلغ، في هذه الحالة نختار -5. ما معكوس العدد سبع؟ المعكوس نقصد بها المعكوس الجمعي، بمعنى السبع ده عدد موجب معكوسه -1/7، والسالب هنا تكتب يعني على السطر أو فوق في أي مكان بالنسبة للكسر اللي عندي. حدد العدد غير النسبي ما يلي. طبعا العدد ده نسبي وهذا نسبي، هذا العدد غير نسبي. العدد العشري الذي يتكون من ارقام عشريه كثيره وتمتد الى ما لا نهايه بهذه النقاط ليس نسبيا. 2 ناقص 5 كلنا عارفين سالب 3، 12 تقسيم سالب 2 سالب 6، موجب على سالب سالب، بنحط السالب ونخصم عادي، 12 تقسيم 2 6. قرأ علي 60 صفحه في 5 ساعات، ما معدل قراءة علي في الساعة الواحدة؟ قلنا دايما معدل الوحدة دائما نقسم الكمية اللي عندك على وحدة الزمن أو على الزمن، فلما نقسم 60 على 5 يطلع معاك 12 صفحة في الساعة، هذا المعدل. اكتب جملة عددية توضح الموقف. انخفضت درجة الحرارة 7 درجات ثم ارتفعت 8، انخفضت نبدأ -7، ارتفعت أي +8، فهذه الجملة تمثل الإجابة طبعا وحلها يساوي 1. أوجد 5% من 120، طبعا بنكتب 5/100 ضرب 120، وهذه هي طريقة حساب النسبة المئوية من عدد. شوفوا قد إيه الأمور سهلة، اشرب 10 مع 10 اللي هو الصفر، وعندك 5 ضرب 12 60، على 10 يطلع الناتج 6. الكتاب يحتوي على 50 صفحة، منها 15 صفحة ملونة. ما النسبة المئوية للصفحات الملونة؟ النسبة المئوية أخذ الصفحات الملونة على كل صفحات الكتاب وأضرب في 100%، أو أخلي المقام 100، أي طريقة. المهم احسب دي بطل معايا، و15 على 5 يساوي 3، وعندك 3 في 10 ب 30. إذا النسبة المئوية هنا للصفحات الملونة هي 30%. وفي طريقة أخرى طبعا، الطرق اللي انا بشرحها في الفيديو ليست الطريقة المثالية او ليست الطريقة الوحيدة للحل، ممكن انت تحل بطريقة احسن مني، مفيش اي مشكلة، مفيش اي مشكلة. شوف الطريقة اللي انا بحل بيها، لو عندك طريقة اسهل للحل. طريقة اخرى ان انا اجعل المقام 100 بالعافية كده، مش بالعافية، لكن ال50 تستطيع جعلها 100 بضرب في 2 كويس. فلو ضربنا بصنا مقاما في 2 للحفاظ على قيمة الكسر ينتج 30/100، وكلنا عارفين 30/100 معناها 30%. إذا بأي طريقة يا جماعة الإجابة 30%. اشترى جاسم جوال ب 4000 ريال وبعد شهر باعه ب 3000 ريال، أوجد النسبة المئوية للخسارة. طبعا في فرق بين سعر البيع وسعر الشراء، هنا 1000 ريال، تعتبر هذا هو المبلغ الذي خسره جاسم، فالنسبة المئوية للخسارة بنكتب ال1000 ريال اللي هو الفرق بين ال4000 وال3000، ونقسمه على ثمن الشراء دايما لانه هو الثمن الاصلي، ونضرب في 100% لتحويل هذه النسبه الى نسبه مئويه. قد ايه الامور سهله، قد ايه يعني منهج صف سابع ده تحس فيه بالمتعه وانت بتحل، كلها افكار تخاطب العقل وكلها منطقيه. 100 على 4 اقسمها على مالك هتطلع 25%. اذا خسر جاسم 25% من ثمن الجوال. سالب 2 ناقص 11 سالب 13، 5 ناقص سالب 2 هي في الحقيقة 5 زائد 2، بعد تحويل أو إعادة تعريف الطرح، اسمها كده في الرياضيات إعادة تعريف الطرح، يعني أي جملة طرح يا جماعة ممكن نكتبها جمع على فكرة. المهم سالب 3 في سالب 8 يساوي سالب 6 عفوا يساوي 18، في ضرب الكسور يا جماعة نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، مفيش أسهل من كده أهو. سالب 2 في 4 سالب 8، و3 في 5 15، مفيش أسهل من كده. طيب سالب 10 زائد سالب 4 زائد 10 6، جمع عددين 20. لما يكون عدد دايما سالب واحد موجب اطرح، تخيل الجمع ان انت تطرح، ولا تنسى ان تضع اشارة الحد الاكبر ذي القيمة المطلقة الاكبر. المهم يا جماعة 4.6 ماينس 2.5، زي ما انت شايف الاجابة 2.1، سهلة جدا. فاينل انسر عندك نيجاتيف 2.1، ايه رأيك؟ مفيش اسهل من كده. الشطار اللي حافظين جدول الضرب زي اسمائهم بالظبط، 2.1
والله انت طالب رائع، جزاك الله خير. في الضرب ثبت اضرب اقلب دي طريقه الضرب، القسمه عفوا، في القسمه لا يوجد قسمه مباشره في الرياضيات، قسمه كسر على كسر، لكن تخيلوا القسمه دي عشان احنا بنحولها لضرب. ازاي؟ ثبت اول كسر، طريقه سهله جدا، ثبت 2 على 5 يعني اكتبها تاني، القسمه دي حولها لضرب، والمقسوم عليه اللي هو 3 على 4 اكتب معكوسه الضربي 4 على 3، 4 على 3. اضرب الان 2 في 4 ب 8، انسى القسمه، اضرب اشتغلها كمساله ضرب، و3 في 5 ب 15، وهذا هو الحل، هذا هو الحل. السؤال الاخر او الثالث يقول راشد ان 1 وثلثان تقسيم 4 على 3 هو 20 على 9، هل راشد على صواب؟ تعالوا نشوف، يلا نقسم، نكتب دي بالمره في صوره كاس، 1 في 3 ب 3 زائد 2 5 على 3 ديفايدد باي 4 على 3. والحقيقه عاوز اقول لكم حاجه جميله يا جماعه، لما نقسم كسرين وتلاقي المقام متساوي، تخيل ممكن نقسم هنا على 3 على 3 في الواحد، يعني I can do this، يعني you can cancel الدينومينيتور كانه ليس موجودا بضرب المسالتين في 3. فلما نضرب الرقمين في 3 المساله تتحول، تخيل لايه؟ تخيل المساله تتحول الى 5 على 4، تخيل الناتج 5 على 4 يعني 1 وربع. طب هل 20 على 9 هي 1 وربع؟ قطعا لا، الإجابة هذه خطأ، 20 دي خطأ، 20 هذه خطأ. طبعا أنا هنا حليت على طول، إنما لو إحنا واحد قال لي يا أستاذ الله دي طريقة غير اللي حليت بيها الآن، طبعا نفس الشيء أهو، 5 على 3 ضرب 3 على 4، اشرب 3 على 3 في الواحد دي تطلع برضه 5 على 4، الإجابة 1 وربع بأي طريقة. سالب 3 زائد 8، دايما كل العمليات جمع طرح ابدأها من نقطة الأصل يا جماعة، دايما نبدا من نقطه الاصل. انت عندك سالب 3، تحرك من نقطه الاصل 3 وحدات الى اليسار. عاوز تجمع 8، اضف 8 وحدات، اوعى تروح عند ال 8، ما فيش 8 اصلا هنا على خط العداد. تحرك 8 وحدات الى اليمين، عد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8، وصلنا عند العدد 5. فعلا سالب 3 زائد 8 5، طبعا مش كده؟ طيب السؤال الرابع، اوجد استعمل جدول ادناه، هل العلاقه بين اكس وواي علاقه تناسب؟ لما اقول لك علاقه تناسب يا جماعه، اقسموا واي على اكس، اقسموا المتغير التابع على المستقل. 10 على 5 يساوي كام؟ 2. طب كويس. طب 12 على 6؟ 2 لغايه كده كويس. 14 على 7؟ برضه 2. طيب 16 على 8؟ برضه 2. لما تاكدنا ان كل واي على اكس ايكوال كونستنت نمبر، كونستنت يعني ثابت، ساعتها نقول نعم اكس وواي بينهما علاقة تناسب، بينهما علاقة تناسب، وثابتها او وثابت التناسب هو ناتج القسمة اللي احنا طلعنا بيه، ثابت التناسب. شفت عرفتوا ليه ان هو اسمه ثابت التناسب الان؟ عرفتوا ليه؟ لانه عدد ثابت مهما تقسم واي على اكس دائما يظهر 2، اذا يسمى عدد ثابت او يسمى ثابت التناسب. شوف المنطق في الكلام، الله الله. تعالوا نشوف هنا، اوجد ثابت التناسب، ده نتاكد 8 على 2 4 اهو، نتاكد 12 على 3 4 على 4. طب افرض قسمت واحده اللي في الاخر دي مثلا، طبعا افرض 24 دي مثلا على 5 هنا مثلا، لا يعني مش هيطلع ثابت التناسب معايا 4، اذا لا يوجد تناسب ولا يوجد مساله اصلا احلها. لكن طبعا هنا انا بقول لك ان اوجد ثابت التناسب، يبقى انا متاكد ان ده في تناسب. معدل التناسب بكل بساطه واي بتساوي ثابت التناسب ضرب اكس، تخيل شوف قد ايه السهوله. طيب اوجد واي عندما اكس يساوي 5، روح للمعادله دي عوض واي ب 5، واي بيساوي 4 ضرب 5 يساوي 20. يا سلام على الجمال، يا سلام على السهوله، مفيش اسهل من كده. السؤال الخامس، يبين التمثيل البياني علاقه التناسب بين وزن ارنب والعمر بالشهور، عن ماذا تعبر او عن ماذا تعبر النقطه 2 و310؟ 2 معناها شهرين، طب 310 معناها ايه؟ معناها وزن الارنب. نقول ان معناها ان وزن الارنب بعد شهرين يساوي 310 انثى. فالانثى دي حاجه خفيفه يعني ما تخافوش، معقول ارنب يا استاذ وزنه 310؟ نعم، لكن انثى يعني حوالي ساي
3 كيلو 4 كيلو في هذه الحدود، لا تخف فيها في هذه الحدود. لا، المهم اكتب معادلة التناسب. معادلة التناسب يا جماعة، هنجيب ميل الخط المستقيم، ناخد اي نقطة محددة عليه ونقسم الواي على اكس. مش احنا قلنا ثابت التناسب يا جماعة، اي واي على اي اكس كورسبوندينج معاه. فثابت التناسب كي 310 اوفر 2 just to divide will be 3 divided by 2 1 11 divided by 2 5 and 10 divided by 2 5. المهم ثابت التناسب 155. معادلة التناسب نقول y يساوي 155 x. يا سلام على الجمال، شوفوا قد ايه سهلة. طيب السؤال التالي يا ابنائي، اوجد 20% من 180. في الفيديو السابق تكلمت فيه عن النسب المئوية، قلنا نسبة مئوية من اي عدد معناها النسبة المئوية ضرب العدد. تخيل، شوف قد ايه الجمال، قد ايه السهولة. يلا يا بطل اختصر معايا وحل واسبقني في الحل. اقسم العشرة مع العشرة، وعشرة على العشرة فيها الواحد، واضرب يا بطل اتنين في 18، اهو اتنين في 8 16 ومعنا الواحد. اتنين في واحد اتنين، واحد تلاتة، شكرا خلاص. اذا 20% من 180 ببساطة هي 36. طيب تعالوا نشوف سؤال بي. محمد معه مبلغ من المال، انفق منه 30% على مساعدة الفقراء. إذا كان ما أنفقه محمد 6000 ريال، إذا شايفين يا جماعة في حاجة اتعادت هنا. أنفق محمد 30%، ما أنفقه محمد 6000 ريال. أعطيتك نسبة مئوية وقيمتها. كم المبلغ الذي كان مع محمد؟ يعني ما المبلغ الذي يمثل 100% اللي هو المبلغ الأصلي اللي كان مع محمد؟ علشان نجيب المبلغ الأصلي في أي مسألة يا أبنائي الأعزاء، اقسم العدد على نسبته المئوية. والله العظيم يا سلام على الجمال، 6000 على 30%. هو ينفع نعمل كده؟ ايوه اعمل كده واحفظ القانون ده. العدد الكلي في اي موقف فيه نسبة مئوية يساوي الجزء على نسبته المئوية. ما انفقه محمد ما شاء الله 6000 ريال، هذا جزء من ماله، مش المال كله، هذا 30% من الفلوس اللي معاه. هذا محمد، هذا فيه خير، والله عز وجل امرنا ان ننفق. ننفق ان شاء الله ما تستطيع، مش لازم تبقى مليونير عشان تنفق، أبدا أبدا. ربما درهم سبق 1000 درهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فال6000 هنقسمها على 30% يا جماعة، أنتوا عارفين يعني 0.3، وهنضرب في 10 فوق وتحت عشان نحل، أو حلها بأي طريقة، هيطلع 60000 تقسيم 3، وهذا هو المبلغ اللي مع محمد. 6 تقسيم 3 2 والاربعة صفار. اذا محمد معاه ما شاء الله 20000 ريال. 20000 ريال. انفق سعيد 40 ريالا من مصروف الشهر الذي يعادل 200. هنا السؤال هنا مختلف. انفق سعيد 40 ريال، هو معاه 200 ريال بس انفق منهم 40، صرف اشترى بيهم اي حاجه. اوجد النسبه المئويه لما انفقه. النسبه المئويه لاي شيء يا جماعه، هذا الشيء ما انفقه سعيد على المبلغ الكلي الذي معه ضرب 100%. يا سلام على الجمال، شايفين؟ تاني، النسبة المئوية لما أنفقه، الإنفاق اللي أنفقه على العدد الكلي. مثلا في صف فيه 25 طالب، في يوم معين غاب 2، ما النسبة المئوية للغائبين؟ تقول الغائبين على عدد الصف ضرب 100، بس يديك نسبة الغائبين، وهكذا. شوفوا المبدأ، شوفوا الوحدوية في الفكر، الله على الجمال. إذا 40 تقسيم 2 أهو يساوي 20، إذا أنفق سعيد 20% من ماله، أو بمعنى آخر الـ40 بالنسبة للـ200 تعادل أو تساوي 20%. انتهت الأسئلة، أتمنى تكون الأمور واضحة يا أبنائي. طبعا كل مسألة من دول لها أكثر من طريقة في الحل، أنا بستعرض طريقة واحدة، وأنت لو عندك طريقة تانية يلا اكتبها لي في التعليقات، وخليني أستمتع بحلولكم الجميلة. لو في حد عنده أي سؤال اكتبه لي، لا تتردد في الكتابة. أشكركم، لا تنسوني من دعائكم، جزاكم الله خيرا، وأراكم على خير يا أبنائي، وبالتوفيق لكم جميعا.